السلام عليكم، معكم الدكتور ياسر صبر. أنا أستاذ في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، واستشاري طب الأجنة وحالات الحمل الحرجة. أتكلم معكم اليوم عن ضرورة استعمال حمض الفوليك من قبل الحمل وأثناء الحمل. طبعا حمض الفوليك مهم جدا بالنسبة للتقليل من تشوهات الجنين. احنا عادة بننصح الأمهات أنه أقل حاجة قبل الحمل بثلاثة شهور يفضل استعمال 1 ملغرام من حمض الفوليك يوميا. ده بيقلل بنسبة 70% من تشوهات الأجنة والمشاكل الأجنة. طبعا العلاج بيستمر لفترة 3 شهور قبل الحمل، وكمان أول 3 شهور من بعد الحمل. بعد كده بيصير تتعوض بالفيتامينات اللي حيكون فيها برضو نسبة من حمض الفوليك تتكمل أثناء الحمل. طبعا مهم جدا إنه كل حامل تأخذ حمض الفوليك طالما هي حامل أو حابة يكون في حمل قريب إن شاء الله.